السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا ومرحبا بكم مع أولى حلقات الألمانية للصف الثالث الثانوي اللي هنشوف فيها النهاردة ليكتسيون سين، اللي هو أول درس عندكم في المنهج بتاع سنة ثالثة سنة. الدرس بتاعنا بيتكلم في الجراماتيك على حاجتين مهمين، اللي هما دي بوس سيب أرتيكل اللي هي أدوات الملكية أو ضمائر الملكية، ودي مودال فيربن اللي هي أفعال الكيفية أو الأفعال الناقصة. فهناخد أول حاجة دي بوسيسيف أرتيكل اللي هي ضمائر الملكية. ضمير الملكية بيتحدد حسب حاجتين مهمين، بيتحدد حسب الضمير اللي هو فاعل الجملة أو الاسم، ما هو الفاعل يكون اسم يكون ضمير. فاللي بيحدد ضمير الملكية في الجملة الفاعل أو الاسم والأداة بتاعة المعرفة بتاعة الاسم المملوك نفسه. يعني انا لو خدت مثلا الضمير الشخصي ايش اللي هو انا، بيكون معاه ضميرين ملكيه ماين وماينيه. امتى اقول ماين؟ لما يكون الكلمه اللي جايه بعديها اداتها دير يعني مذكره، او محايده اداتها داس. واقول ماينيه لو الكلمه اللي بعديها الاسم المملوك يعني بيكون اداته دي مؤنث او دي جمع. لو عندي الضمير دو بيبقى عندي الضمير بتاعه كملكيه داين وداينيه، داين وداينيه. لو الضمير اير مذكر غائب او محايد غائب اللي هو ايس، بيبقى ضمير الملكيه معاه زين وزينيه. لو في منين او جمع بيكون زي، اللي هي زي جمع يعني وزي مؤنث، بيكون معاها اير وايري. لو ضمير المتكلم الجمع انذر فير بيبقى معاه انذر وانذريه. لو ضمير المخاطب اير بيبقى معاه اير وايري. ولو ضمير الاحترام بيبقى مع اير وايري، والاي بتاعتي او الاي بتاعتي بتبقى جروس، زي ما الاس كده جروس بيكون الاي بتاعت الملكيه بتاعتها برضو جروس. نقولهم تاني، ايش بيجمعها ماين وماينيه، دو بيجمعها داين وداينيه، اير وايس بيجمعها زين وزينيه، زي مؤنث او زي جمع بيجمعها اير وايري، والاي بتاعتهم صغيره. اما لو عندي ضمير المتكلم الجمع نحن يبقى معاه انذر وانذريه، وبعد كده اير ضمير المخاطب الجمع يبقى معاه اوير واويري، وزي احترام قلنا تبقى اير وايري، والاي بتاعتها كبيره زي الاس الكبيره بتاعت الملكيه بتاعت الاحترام. لو في الجمله داين او اير او داين او ايري او اوير او اويري، يبقى الاجابه بتاعتها ماين وميني وانذر وانذري وزين وزيني واير وايري. ناخد بالنا من الحته المهمه ديت، لو في الجمله اسم مفرد زائد كومه يبقى بيساوي دو. يعني ما اقول مثلا احمد وكومه يبقى اقول دو يعني انت، يبقى نختار مع ضمائر ملكيه داين وداينه. داين امتى؟ لو دير او داس يعني مذكر او محايد، وداين امتى؟ لو دي مؤنث او دي جمع. لو في الجمله كلمه جمع زائد كومه يبقى بقول اير، يعني مثلا اقول ايه احمد اند منى، تمام كده يعني انتم يا احمد ومنى، او اقول دي كيندر او ماين كيندر يا اطفالي، يبقى كاني بقول لهم انتم يعني اير، يبقى نختار معاها اوير واويري برضو على حسب الاداه. لو في الجمله هير او فراو زائد كومه يبقى بنعملهم بصيغه الاحترام، يبقى نقول اير وايري، والاي قلنا هنكتبها كبيره عشان الاحترام. لو في الجمله هير او فراو بدون كومه يبقى نقول كانها بقول انت هو او هي، يبقى بنختار زين او زينه او اير او ايره. تعال نشوف الامثله المحلوله ديت. باي شبيله في است نامي، قال لي اير هايست توم، يعني ما اسمه؟ ما اسمه يعني بنتكلم عن واحد مذكر، عشان في الاجابه يقول هو اسمه توم، يبقى بقول مع اير هتبقى زين وزينه. طبعا ما فيش الا زين هنا لان نامي اداه هدير. في است وبعد كده نامي، زي هايست رضوى، ما اسمها؟ اسمها رضوى، يبقى اسمها يعني هي يبقى اير، او زي هايست رادوا. في اس نامي يعني ما اسمك، تمام كده، يبقى اقول في اس داين نامي، لان في الاجابه بيقول ايش ايش هايسي مريم. الجمله رقم أربعة، اس داس داين برودر، لو لقيت في السؤال داين يبقى اوتوماتيك في الاجابه هتبقى ماين، يا ماين برودر. وبعد كده اخر جمله بيقول اس داس داين شفستر، يعني هل هذه اختك؟ قال لي نعم اختي. لما نلاقي في السؤال دايني نجاوب في الاجابه ميني، لا زي ما لقيت في السؤال داين كده بجاوب في الاجابه ماين. الجمله رقم ستة، في است عادل ست سمر،
عادل ستسيمر يعني كيف، فو ايست عادل ستسيمر يعني فين غرفة عادل، اقول دورت هناك تكون غرفته هو، يبقى زاين سيمر. رقم زيبن بيقول فو ايست دي ياكي فون تامر، يعني اين جاكيت تامر، تامر يعني هو، يبقى هو ايه هير ايست زاين ياكي. ايس داس هدى سبوخ، هل ده كتاب هدى؟ نعم انه كتابها هي، يبقى اقول اير بوخ، نعم انه كتابها. فو اس دينا ستاشي، فين شنطة دينا؟ دينا دي مؤنثة يعني هي يعني زي، يبقى يجي معها اير وايري، هنا هتيجي ايري عشان تاشي مؤنثة، يبقى هير است ايري تاشي. الجملة رقم 90، رقم 10، از داس اوير هاوس، هل ده بيتكم؟ قالوا يا داس است اونزر هاوس، لما نلاقي في السؤال اوير نلاقي في الاجابة اونزر. از داس اوير شولي، هل دي مدرستكم؟ نعم مدرستنا، لما نلاقي في السؤال اويري نجاوب في الاجابه انظري. هي هير هاني وبعديها كوما، يبقى اني بقول له حضرتك يا هير هاني، يبقى فو ايست اير زون، اين ابن حضرتك؟ هقول ماين زون ايست ان دير شولي، يعني ابني في المدرسه. الجمله رقم 13، فراومها وبعديها كوما برضو، يبقى حضرتك، يبقى فو ليكت ايري فونونج. قلت ليه ايري مش اير؟ عشان فونونج مؤنثة. يا مدام مها أين تقع شقة حضرتك؟ قالت ميني فونونج ليكت إم إرستنشتوك، شقتي تقع في الدور الأول. هير كريم هات أين أوتو، هير كريم هنا ما فيش بعدها كوما، يبقى كأني بقول هو يعني إير، يبقى أقول زين، يبقى بقول هير كريم هات أين أوتو، السيد كريم لديه سيارة، دور تشتيت هناك تقف سيارته، يبقى زين أوتو. الجملة رقم 15، إيش بين كرانك، يعني أنا مريض. بعد كده رأسي تؤلمني، يبقى أقول هنا رأس أداة هدير، هناخد طبعا أجزاء الجسم إن شاء الله في الحلقة الجاية، اللي هي الكوبف هنا بمعنى الرأس أداة هدير، يبقى أقول ماين كوبف تود في، يعني رأسي بتؤلمني أو بتوجعني. الجملة رقم 16، سامي إست كرانك، سامي مريض، يبقى إيده تؤلمه، يبقى هاند هنا أداتها دي، يبقى أقول هنا زين هاند تود في، يده تؤلمه. الجملة رقم 17، مروة است كرانك، مروة مريضة، مروة دي يعني هي، يبقى أجيب معاها إير وإيري، هرجع لكلمة باوخ اللي هي البطن، أداتها دير، يبقى أقول إير باوخ تود في، يعني بطنها بتوجعها. الجملة رقم 18، فو جيت في جيتس دينا، في جيتس دينا يعني زي دينا، نيشت زو جوت ليست بخير، ليه؟ عشان عينيها وجعاها، عينيها يعني عينين الاتنين، يبقى اقول ايري اوجن. امتى كانت تبقى اير هنا؟ لو قلت اوجي بس من غير الان، عشان ان شاء الله نحفظ كل اجزاء الجسم بأداتها وصيغه الجمع بتاعتها. الجمله رقم 19، فراو منار هات اين فيلا، مدام منار عندها فيلا ومفيش كومة مع مدام منار، يبقى هي، يبقى داس ايست ايري فيلا، انها او هناك تكون او هذه فيلتها يعني. اخر جمله اللي هي الجمله رقم 20، رامي اند دينا بعديهم كومه، يعني دول جمع، كاني بقول لهم انتم يا رامي ودينا، يعني استخدم مكانهم ضمير الشخص اير، يبقى اقول ايست داس اوير هاوس، ليه قلت اوير مش اويري؟ عشان هنا هاوس اداتها داس، فبنحط اوير مع المحايد. كده شرحنا ادوات الملكيه في الدرس الأول اللي هو الدرس العاشر، وأرجو إن أنتوا تكونوا استوعبتوا الدرس كويس، وطبقنا عليها حوالي 20 جملة، وإن شاء الله ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، مع تحياتي هير محمد فهمي. تشوس.